لو كونتراست ريزولوشن بقى ممكن برضه اقيسه بطريقه تانية. ممكن اقيسه بمجموعه من الاوبجكتس اللي زي كده، زي ما احنا شايفين كده مجموعه اوبجكتس مختلفه. طبعا لما ببص عليها بالشكل ده كده، يعني كل واحده من الرادز دي بيبقى لها اتنيويشن معينه او ليها ديفرنس كونتراست بينها وبين اللي حواليها بشكل معين، اوكي؟ وبصغرها كل شويه علشان في الاخر لما بصغرها الحقيقه يبقى معنى كده ان انا بخلي الافرج اللي بره ده يكبر، يعني الافرج يبقى بره يبقى غالبيته هو الحاجه اللي موجوده بره، اوكي؟ وبقدر بيه الحقيقه ان انا يعني اقدر اشوف اللو كونتراست ريزولوشن بتاعي ان ترمز اوف انهي رو من دول انا قدرت اشوفه. يعني هنا مثلا لو انا كنت بتكلم على ان انا في المكان اللي هنا دوت، يبقى معنى كده انا بشوف مثلا اللو كونتراست ريزولوشن بتاعتي 1.0، هنا 0.85 وهكذا لغايه لما بوصل لغايه 0.4، اوكي؟ فعامة بيبقى برضو من الفانتوم على طول مباشرة ممكن على طول استنتج اللو كونتراست ريزولوشن بكام من غير ما اضطر احسب حسابات على طول. يعني بيبقى الجايد اللي جاي مع الفانتوم ده بيقول لي ان انا لو شفت الرول فلاني يبقى اللو كونتراست ريزولوشن بتاعتي بيساوي كذا.